برنامج شاد الأسرة على شاد اف ام، مازالين فعاليات الدورة الأولى من معرض لو بوتي سوكو بطبيعة الحال في مدينة الدار البيضاء. مجموعة من العارضين مروا معنا، كل سيدة وفي المجال ديالها، وكل سيدة وإلا وكتجيب معاها شنو خدمات وشنو غتقدم اليوم في المعرض. وكيف سبقت وتكلمت كل عارضة إلا وكتكلم بمحبة كبيرة على المنتوج ديالها، على المشروع ديالها الصغير اليوم، الرؤية ديالها أنها تكبروا. اليوم معايا زينب الحريشي اللي اليوم غتقدم لنا مجموعة من المواد ديال التجميل الطبيعية خاصة بالشعر وبالجسم أيضا. أهلا بك زينب. أهلا بك جميلة، وتنشكرك على الضيافة ديالك، وتنشكركم على وجودكم معنا. مرحبا اليوم. مرحبا. دونك زينب، قبل ما نجيو نتكلموا على كيفاش مشيتي لهذا المجال وعلاش هذا المجال بالذات، المعرض اليوم في الدوره ديالو الاولى، اشنو كتسني منه؟ العرض ديالك لقى الاقبال؟ هذه الامور كلها اللهم لك الحمد. في هذه الساعه بعد انا شنو كنتسنى من المعرض؟ كنتسنى انا لا مارك ديالي تعرف، لان يلاه بديت هذه شي 4 شهور ولا 3 شهور، دونك ولا بد كنت باغيه الناس بيبي باقي صغير بزاف، دونك بغيت لا مارك ديالي تعرف. هذا هو زعما علاش انا سان بارتيسيبي هنايا، موجوده هنايا، هذا هو السبب الرئيسي في الصراحه. تبارك الله عليك، ربي يخليك. دونك فوالا، انا لقيتي تبارك الله، لقيتي الناس لا الحمد لله، الناس دابا لقيت الناس تيجيو تيسولوا، يسون اتيري بار لا مارك، عجبهم لومبالاج، فهمتي؟ الناس تيبغيو تو سكي بيو، لان سي اون مارك بيو، سا كونت بوكو في الكوزميتيك. واخا كاين تخوفات سورتو على البشره، ولكن اللهم لك الحمد بوغ لانستون الحمد لله، زعما مزيان ماشي مزيان. تبارك الله عليك. دونك هذه الحاجه الاولى. انا بغيت نعرف، قلتي لي الله 4 شهور بديتي، واش كان عندك مجال اخر؟ انا افكتيفمون عندي مجال اخر، انا في التخصص ديالي انا ريسبونسابل ادمنستراتيف اداريه وماليه. ودابا واش جابك المواد ديال التجميل الزين؟ مواد تجميل، انا اصلا مواد تجميل من منتوجات طبيعيه. انا اصلا تيعجبني هادشي، ما تنديرش منتوجات كيميائيه. دونك كنت جربت واحد لا مارك وعجبتني، وقلت علاش انا ما نديرش لا مارك ديالي. فوالا مزيان. بديتي بشويه عليك، النهار بديتي شكون كان السنه؟ شكون اللي كان في الدار؟ شكون اللي قال لك فازي؟ شكون اللي قال لك؟ الزوج ديالي، باش ما نكذبش على الله، الزوج ديالي اللي جاب لي ليدي، والزوج ديالي اللي كان في السنه ديالي باش لونساني في هذا. برافو. دونك قلتي ان تبارك الله هادو ديال الشعر، لا كاين عندي الوجه ولوكور اكزاكتومون. نعم. قبيله باش الناس تتبع معنا، انا فاش شميت هذا غاسول باغاسول، فاش شميتو قلت لها تفكرت الحمام. حمام اكزاكتومون، صراحه في واحد الريحه زوينه بزاف. وهنا نبغيو نعرفوا معاك منيا، كلها تبارك زينب، تبارك الله، حيت دازوا معايا جوج منيا ما شاء الله، ماشي مشكل. ملي غنتكلموا على هذا المكون زعما التركيبه ديالك، اشنو الورده اللي اعتمدتي عليها؟ وهذا الورده اللي اعتمدت عليها هي الورده ديال الزعفران. في لي بيان في ديالها على الجسم ديال لا فام، الجسم اون جينيرال على لابو. دونك اختاريتها من بين المكونات اللي كاينين في لي برودوي ديالي. نعم. انا تسولتك ملي تكلمنا على الزعفران وتكلمنا على الاصل ديالك مدينه فاس، حنا كنعرفوا تبارك الله فاس ومكناس كيقطروا بزاف الورد. الورد ما ورد اكزاكتومون، حنا معروفين. دونك فوالا، دونك راه حتى هي كاين دي برودوي بفلور دورونج اكزاكتومون. نعم. عندي منهم هذا البات غاسول. فوالا، هذا ديال الغاسول. وكاين ديال الوجه. ديال الوجه شنو دي برودوي؟ شنو كيدير على الوجه؟ وهذا الوغ الوجه تي الوغ عندي لا نياسيناميد، عندي لا ماجوريتي دي برودوي ديالي فيها لا نياسيناميد، فيتامين سي وغيرها. كاين لا فيتامين سي في لو سيروم، وكاين ليكستري دو ريغليز. هادو عندهم منافع زعما كبيره بزاف على البشره ديالنا. دونك لا ماجوريتي تا هما ديال لي برودوي ديالي، زعما درت فيهم هاد المنتوجات، هاد المكونات اولا. فعلا ملي تنتكلموا على الفيتامين سي، هو اليوم ولات السيده انك مقبله عليه انها تديرو على مستوى البشره لما له من فوائد. تكلمتي على الجسم، من غير الغسول اشنو الحاجه اللي كدير عليه الجسم اخرى؟
كاين واحد لولي كاين لولي كوربوريل وهذا ايدراتي اكزاكتومون انا يتكلم ولا كنشم الريحه سي تان لي لي كوربوريل كديروا باش تايدراتي لا فام حنايا ملي تنخرجوا من الحمام خصنا ولا بد نايدراتي صح خصنا ولا بد نايدراتيو لو كور ديالنا تنظن كاع النساء كاع النساء كيديروا هادشي كاع النساء دونك انت خدمتي واش مازال غتدير شي حاجه اخرى ان شاء الله دابا انا تنجمع لي دوموند ديال المتطلب ديال النساء النساء اللي تيسولوني تيقولوا لي واش عندك مثلا داك الغولان ديال الانتيسير ولا ديال الهالات وي الهالات كاين اللي كيسولوني على لي غوماج بوغ لي سالون باغ اكزومبل كيقول لك غوماج ديال لي ما غوماج ديال لي بي غوماج ديال لو فيزاج انا بحال دابا عندي هي غوماج لو كور فوالا فهمتي دونك كاينين الناس اللي كيسولوني تنقول لهم ان شاء الله في المستقبل انا بديت بان غام صغيره عندي 8 لي برودوي دابا وان شاء الله في المستقبل تنتمنى نكبروا ان شاء الله ان شاء الله كنتمنوا لك صراحه التوفيق وكنتمنى ان الغايه ديالك اللي باغاها من المعرض اليوم انها تكون كيف قلتي انت اليوم فتح المجال باش ان الناس تسول طبيعه الناس تاخذ ايضا وانك دوك الطلبات ديالهم والحاجات اللي كيطلبوها انك ديرها منها مستقبلا راه كيف قلنا راه الواد كيحمل نقطه بنقطه بشويه علينا ان شاء الله تتكمل لي لاكام اللي كلها كتحتاجي كنشكرك بزاف زينب بالحريشي واكيد شكر موصول لكل المستمعين والمستمعات شكرا لك شكرا لكم شكرا لك جميله تبارك الله عليكم الله يحفظك وشكر موصول ايضا لكل المستمعين والمستمعات اللي مازال غيتبعونا دائما من خلال فقرات شاده الاسره على شاده FM.